أهلا بيكم، معكم دكتورة عبير أحمد. هنشرح النهاردة الفصل الثالث اللي هو إصابات الجهاز العضلي. الإصابات العضلية، الإصابات العضلية من أكثر أنواع الإصابات اللي منتشرة ما بين الرياضيين. 90% من الإصابات الرياضية بتكون إصابات عضلية. طبعا عضلية معنى كده أن احنا بنتكلم عن عضلات، لأن العضلات هي الأداة الرئيسية في الأداء البدني، وتشمل إصابات مدام عضلات يبقى عضلات وأوتار وتمزق في الأوتار وتمزق في العضلات، كل دي إصابات الجهاز العضلي. طيب إيه هي أسباب الإصابات العضلية؟ بتكون أسباب خارجية أو نتيجة لقوة خارجية أو تعرض لقوة خارجية أو جسم صلب هو اللي تسبب فيه، سواء كدمات أو تمزق أو ارتشاح دموي، وكل ده هندرسه بالتفصيل. طب ايه اسباب، ايه الاسباب اللي خلت ان يبقى فيه كدمات ويبقى فيه اصابات وتمزق؟ اول حاجة ان هو عمل الاحماء، الاحماء كان غير ملائم. الاحماء بيبقى مهم جدا قبل التمرين عشان اقدر استحمل الجهد اللي مبذول بعد كده، فكان الاحماء غير ملائم. انخفاض في القوة العضلية، ان القوة العضلية اللي عنده ما كانتش مناسبة لنوع التمرين اللي هو بيمارسه، خاصة عند اللاعبين. التعب والارهاق وعدم اعداد العضلات، في هو حاسس بتعب وارهاق وعامل مجهود او عنده اصابة مزمنة ودخل على التمرين بتاعه ما عملش احماء كويس وما هيئش نفسه ليه ان يكون في فترة مناسبة ليه التمرين. عدم توافق القدرة العضلية مع الجهد البدني، ان الجهد البدني ممكن يعمل جهد بدني عالي جدا والقدرة العضلية بتاعته تكون ضعيفة فيدخل فيه اصابة. شد وتشنج، ده هندرسه بالتفصيل بعدين اسباب الشد والتشنج. تمزقات، سواء تمزقات في العضلات او الاوتار. التهابات في الانسجة العضلية، التهابات في الاوتار. طيب العضلات دي لما تتعرض للإصابة، ايه هي العضلات اللي ممكن تتعرض للإصابة؟ عضلة الساق، العضلة الفخذية، العضلة الصدرية، العضلة البطنية، بأنواعها ممكن تتعرض للإصابة. طب ازاي هحمي العضلات دي من الإصابة؟ الإحماء الجيد، الاعتناء بتمرينات الشد لزيادة مطاطية العضلة، أداء التمارين المناسبة والضرورية لتقوية العضلة، التغذية الجيدة والملائم. أنواع الإصابات العضلية: كدمات، تقلص عضلي أو تشنج عضلي، إرهاق، شد وتمزق، التهاب، إصابة أوتار عضلية، التهاب الأوتار العضلية، هندرس كل واحدة بالتفصيل. الفتق العضلي، أول حاجة الكدمة العضلية أو الكدمات العضلية، زي ما احنا شايفين في الصورة. الكدم العضلي عبارة عن في ورم زي وتورم اهو زي ما احنا شايفين، وفي تغيير في لون الجلد، ده بيكون نتيجة لهرس في أنسجة وأعضاء الجسم المختلفة، سواء جلد أو عضلات أو عظام أو مفاصل، نتيجة لأنها تعرضت لجسم صلب. طيب إيه أسباب الكدمات؟ زي ما قلت إن هي تعرضت لجسم صلب، لما الجسم الصلب ضغط على العضلة وضغط كمان على الأنسجة والعضلات، فبالتالي أدت إلى تمزق في الأربطة والمفاصل فأدى إلى تورم، وممكن كمان يحصل نسف جوه داخل المكان المصاب. طيب الكدمات دي هنلاقيها في أي رياضات؟ هنلاقيها في رياضات كرة القدم، السلة، اليد، الألعاب التنفسية. إيه هي الأعراض والمضاعفات بتاع الكدمات؟ ألم حادة، صعوبة حركة، تورم، نزيف داخلي، كدمات عضلية تكون عميقة، إصابة أعصاب أو أعضاء داخلية، كل دي أعراض ومضاعفات. هعالج إزاي؟ العلاج: إزالة الألم، إزالة الالتصاقات، استعادة الحركة الطبيعية. ممكن أول ثلاث حاجات دول هنستخدم فيهم كفيرست إيد، كإسعافات أولية، التبريد بالثلج، أو بنستخدم رباط ضغط لغاية ما يتنقل مستشفى. بعد كده بنشوف حسب الإكسري، بنشوف هل نحتاج تدخل جراحي حسب شدة الحالة.
طيب العلاج الأولي، كل علاج بننتقل من مرحلة علاج إلى المرحلة التانية على حسب نوع شدة الألم، كمادات باردة، تدليك بالتلج، رباط ضغط، رفع الأطراف أعلى مستوى الجسم عشان نزود الدورة الدموية. بعد كده ندخل على العلاج الطبيعي عند الفيزيوثيرابي، هما اللي مسؤولين بقى عن ايه، استخدام أربطة أو استخدام مية باردة أو وبيعالجوا الكدمات بطريقتهم. بعد كده علاج حراري، في العلاج الحراري لما تكون المرحلة متأخرة وما جابش معاها نتيجة العلاج الطبيعي أو العلاج الأولي، في الحالة دي بنلجأ لعلاج حراري. بعد كده تدليك عشان أنشط الدورة الدموية واللمفاوية، وفي الآخر علاج الكهربي، بستخدم انفراريد أو بستخدم مايكرو الأمواج المجهرية اللي هي مايكروسكوبيك ويف أو سمول ويف، الأمواج القصيرة. العلاج الحركي عبارة عن تمرينات معينة أنا بستخدمها وتدريبات معينة، سواء تمارين شد واستطالة أو تدريبات ضد المقاومة أو تدريبات أثقال، برنامج تدريبي شامل للمصاب. وأنا زي ما قلت لكم إن الألم هو مقياس الانتقال من مرحلة علاج إلى مرحلة أخرى. هدخل بقى في درس تاني أو التقلص العضلي. أنا عرفت أول حاجة درستها الكدمات بتفاصيلها، بعد كده التقلص العضلي. هشرح كده نبذة بسيطة عن التقلص العضلي أو تقلص العضلات أو سواء الأطراف العلوية أو السفلية، بسميه تقلص عضلي أو شد عضلي أو التشنج العضلي. بيكون بسبب ضغط، يعني ليه أسباب كتيرة، يا إما التروية الدموية ما كانتش كافية توصل للعضلة، أو التغذية الدموية مع الإجهاد فما كانش فيه دم كافي يوصل للعضلة فهيسبب التشنج أو التقلصات العضلية، أو الإحماء كان مش كويس، أو نقص في الكالسيوم والأملاح المعدنية زي المغنيسيوم، أو الأكسجين قليل عن الطريق في أمراض معينة عند المريض أو المصاب عنده تصلب شرايين مثلا أدت إلى أن الأكسجين يبقى عنده قليل، أو في ضغط على الأعصاب فبالتالي بتأثر على العضلات فبالتالي بتعمل تشنج عضلي. كل دي أسباب تؤدي إلى تقلصات العضلات. طيب مؤشرات التشخيص تعتمد على ايه؟ في حركة بس بشكل غير فسيولوجي او شكل غير طبيعي، في تقلص مستمر، في الام في العضلة. ايه الاسباب؟ الاحماء، اهمال الاحماء قبل التدريب. الاحماء مهم جدا في التمارين الرياضية، فلو تم اهماله فبالتالي هيسبب الانقباض العضلي، مجهود عضلي زائد، مفيش اتزان او بالانس ما بين التناسق في التدريب، نقص املاح ونقص سوائل وفيتامينات، توتر وزيادة ضغط نفسي، الانتقال او التغيير المفاجئ بين حرارة جو بارد وجو حار، او اختلال في الدورة الدموية مع الاسباب اللي انا شرحتها.